نرجع تاني للكابتن علي هاشم. انا اسف، المدير الفني لفريق السيدات قال ان هو بتواصل مستمر مع اللعبات وحط لهم برنامج تدريبي هم في بيوتهم، طبعا بحيث ان لما يرجعوا يبقوا على فورمه على الاقل 50% يقدر يكمل عليه. وقال كابتن علي ان الجهاز الفني واللاعبات متحمسين جدا لعوده المسابقات عشان يقدروا يفوزوا بالبطوله من جديد ويساعدوا جماهيرنا الكبيره. طبعا ثريا محمد لاعبه الفريق انا مش محتاج اتكلم عليها، لاعبه على مستوى عالي جدا، حققت ارقام في بطوله افريقيا اللي فاتت للانديه اللي اتعملت في صاله 2 في استاد القاهره. ثريا محمد من احسن اللاعبات، مش عايز اقول في العالم لان دي حقيقه. الناس هتقول لك اه، لا، الاتحاد الدولي سماها كيلوباترا النيل. وعايز اقول هي يعني انا اتوقع لها ان شاء الله ان هي ممكن توصل لمستوى عالمي وتوصل يعني مش بس على قد النادي الاهلي. ثريا ليها طموح كبير جدا وليها زي ما بيقولوا اللاعب بصق، هي بصه لقدام. كل ما اللاعب يبقى عنده طموح كل ما ربنا بيديله. خلينا نقول ثريا قالت ايه. ثريا محمد لاعبه الفريق الاول لكره السله قالت انها مش هي وزميلاتها في الفرقه بيتمرنوا بكل قوه عشان يرجعوا بسرعه لفورمتهم. وقالت ثريا ان فتره التوقف طبعا كانت كبيره وممكن تاثر على مهارات بعض اللاعبات وحساسيتهم، دي هتيجي مع الماتشات. برافو، كلام هايل. وكمان اكدت ان معظم الفرق كانت وصلت لمرحله فنيه هايله قبل فتره التوقف، ودلوقتي الكل بيحاول يرجع لفورمته من جديد. نفس الكلام والله، يعني يمكن اللاعبين مش سامعين بعض، احنا واخدين الاقوال دي او واخدين التصريحات دي من كل واحد على حده. نفس الكلام ونفس الفكر ده يدل وينعكس النادي الاهلي سيستم واحد، مش هتلاقي فيه اختلاف. كره القدم هي السله، هي الطايره، هي السكواش، هي السباحه، هي كل حاجه. وكمان اكدت ان معظم الفرق كانت وصلت لمرحله فنيه هايله طبعا، وانه التوقف اكيد ضر الفرق. خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان